غادي ناخذ من عندك الشهيوه ديالك مريم، وانا كنقول لجميع المستمعات اللي مازال ما شد لهمش الخط يتوكلوا على الله ان شاء الله غادي يتصلوا وغادي يشدونا هذا الصباح. نذكروا برقمنا 0522 77 24 24. يلا مريم ناخذ من عندك، بغيتي تقدم لينا تنتينا واحد الكاطو حليوه سميتها ابيض واسود. ابيض واسود. مرحبا تفضلي. بارك الله فيك. بسم الله نبداو. بسم الله. باش كنحضروا العجينه خاصنا 125 غرام ديال المانغارين، تكون خارجه من الثلاجه بحال واخده حراره المطبخ. ايه. وكنجيبوا 75 غرام ديال السكر كلاص. جوج بيضات. 300 غرام ديال الطحين فرينه. نعم. وواحد الكيس ديال الخميره الحلوه. هادشي باش كنحضروا العجينه. نعطيك المقادير باش ديال الزيت. واخا. كاينه الشوكولاته غبره وسكر كلاص. نعم. وكاين الكوفيتير او لا جولي. ايه. وكاين اللوز او لا كركا ولا كاوكاو اللي كاين اللي يحب الخاطر واللي كاين عند السيده في كوزينتها تقضي به. تقضي به. كنجيبوا الزبده وكنخلطوها مع السكر واحد القصيعه مزيان، كنحكوها مزيان، كنزيدوا عليها داك جوج بيضات. ايه. وكنزيدوا عليها الخميره الحلوه والطحين. نعم. كنعجنوا. فاش كنعجنوا كنخليوها كترتاح واحد شويه، ديك الساعه كنطلقوها بالدلاك، كنبسطوها شي 0.5 ديال مليمتر، هذا رقيقه تكون. ايه. وبعدها كنقسموها بالمول مدور. وكنديروها كطيب. اذا كطيب ديك العجينه. كطيب ديك العجينه. فاش كتخرج كنلصقوها بالكوفيتير وحده مع وحده. كنطليو لهذاك الجناب ديالها. بالكوفيتير وكنلمدو ديك غير الجناب. كاوكاو او اللوز ولا اللي حب الخاطر اللي كان موجود. ومن بعد على الفوق السطح هذاك السطح ديالو. كنجيبوا واحد الكارطون كنديروا النص، كنقسموا بالنص داك الكارطون. كنجيبوا النص كنغربلوا عليه سكر كلاص. عاود كنردوا داك الكارطون كنغطيو به سكر كلاص وعاود كنديروا الشكلاط غبره، كتجي مقسمه في النص، نصيص كحل ونصيص ابيض. وصافي تقدم الصحه والراحه. الله يعطيك الصحه. لمريم كنشكرك كثير على الاتصال.